السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. اليوم معكم سافور نيهال في فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة تاعي تاع اليوم بنيون. هاد الكاطو معروف عند الجزائريين بلا طياب. انا هنا البنات درت هاد الكاطو، درت على قياس 400 غرام 400 غرام، رحيته في الروبو وزدت معاه فنجان تاع كاوكاو، تاني هو مرحي، ودرت له جوج مغارف كبار. هنا يا عيني ميزاني، انا درت له جوج مغارف كبار تاع حلوة الترك، وجوج مغارف كبار تاني تاع زبدة. ما دبغتش نديرها دايبة، خليتها هكا كيما راكم تشوفوا على حسب لا تمبيراتور تاع الكوزينة. وهنا يعني نفتت فيه بيدي كيما راكم تشوفوا هذاك حلوة الترك مع الكاوكاو، غادي كاع نبسسهم مع بعض حتى يدخلوا مليح في بعضهم. هاد الخليط نخلطه مليح كيما راكم تشوفوا البنات. وهنايا غادي نزيد عليه، هنايا غادي نزيد عليه درت له مغرف صغيره تاع لافاني، هادي غير من اختياري، سينو الكاطو هذا راه بنين زعما فيه البنه تاعه ما نخلطش. هنايا كيما راكم تشوفوا ها هو ولا هنايا مولا مبسس. زدت هنايا كان عندي كاس صغير كان باقي لي على الكريوش كي عسلته، بقى لي شويه يا راكم تشوفوا عاد فيه شويه جرجلان، معليش درت هنايا غير باش يلم لي هاد الخليط باش لافاخ تاعي تتلم وتولي مليحه. كما العاده البنات راني نصور وحدي، يد وحده تخدم ويد وحده تصور. ومن بعد زدت عليه الكونفيتور تاعي، درت له جوج مغارف كبار مليح لخاطرش هذاك العسل ما لمهليش مليح. لو كان كان عندي العسل اللي يكفي ندير غير العسل، من العسل هذاك ما كفاني زدت عليه جوج مغارف كبار تاع كونفيتور تاع المشمش ثاني يعطيه كو بنين. ونكمل نخلط كاع هاد هاد الخليط مع بعض كيما راكم تشوفوا البنات. ها هو هنايا كي بدا يتشد لي هي صاين، نبدا نديرها كويرات، نبدا نشكلها كويرات، نديرها دي بول. هنايا انا درته دي بول وبديت نرمده. هنايا عندي شويه لوز مرحي كيما هكا غير مدشش، وعندي تانيك نوات كوكو، وعندي جلجلان، وحبات درتهم بالشيكولا كيما راكم تشوفوا البنات. ها هو هنايا ساهل ديريه في، بصح يشد الوقت شويه سيتو درت درتي كونتيتي كبيره يشد لك اليد. ليسونسيال البنات انا هنايا بغيت نبارطاجي معكم هاد لا غوسيت، تجي بزاف بنينه. ماذا بيا تسيوها وتخلوا لي التعليقات تاعكم اسفل لا فيديو. ان شاء الله يكون نال اعجابكم البنات، ونقول لكم بالصحه ولهنا، خليت لكم لهنا وفرجه ممتعه. الى فيديو جديد ان شاء الله، ما تنساوش دعموا القناه بالاعجاب والاشتراك باش يوصلكم جميع الفيديوهات. مع السلامه البنات.